صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مؤذنه في ليلة مطيرة أو ليلة ذات برد وريح، ليلة قارة، أمره أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. ومعنى صلوا في رحالكم، الرحال هي المنازل والبيوت والمساكن، وأيضا جمع رحل تطلق على الرحل الذي يوضع على البعير للمسافر، فهي صالحة للمسافر عندما ينزل في سفره في الطريق ويكون هناك داع للرخصة، فيصلي في رحله عند المكان الذي نزل فيه ببعيره، وأيضا صالحة للناس المقيمين في بلادهم إذا كان هناك داع للرخصة، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة. وقوله في ليلة مطيرة معنى هذا أمر عارض يحصل للناس في صلاة من الصلوات أو صلاتين، وليس هو أمرا مستمرا دائما. قال في ليلة مطيرة، ولم يقل في شهر ولا في شهور ولا في عام ولا في أعوام، يعني هي هو أمر عارض بسبب المطر، الناس رخص لهم أن يصلوا في رحالهم. فهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نشد أيدينا عنه في معنى الحديث، أن هذا أمر عارض، أن هذا أمر عارض وليس شيئا ثابتا مستمرا كما نفعله الآن في بلادنا وفي بعض البلاد الأخرى. نحن الآن منذ ما يقرب من شهر ونصف وأبواب المساجد كلها مغلقة، والمؤذن يقول بعد كل أذان صلوا في رحالكم. هذا فهم خاطئ للحديث، لا يمكن الاستدلال بالحديث على ما نحن فيه الآن ونطبقه منذ ما يقرب من شهر ونصف.